انا بشكر ميرسي، انا بشكر طبعا اداره المهرجان وزاره الثقافه لدعمهم للمهرجان، لان ده شيء مهم جدا جدا جدا، خصوصا في ظل الظروف اللي احنا بنمر بيها في البلد. السينما فعلا اتاثرت كتير كمان الفتره اللي فاتت، ولازم كلنا كفنانين نكون متواجدين علشان ندعم المهرجان ونشجع. اما بالنسبه للجائزه النهارده او التقدير، فده في حد ذاته بيبقى شيء مشجع للفنان، ان هو ممكن في نظر ناس كتير قوي تبقى حاجه بسيطه، لكن انا شايف انها حاجه كبيره قوي، لان دايما بيحسسك ان انت متواجد، انك ممكن تقدم الاكتر بالاكتر، ان انت ما تنسيتش ان انت بنكرمك علشان تدي الاحسن بعد كده. فانا بشكرك. وجودك على المسرح والشباب اللي هم عاملين افلام قصيره او روايه، افلام روائيه قصيره، ده في حد ذاته برضو بيديهم هم كشباب دافع يعني. طبعا. يعني وجودك اصلا لازم كلنا نكون متواجدين. يعني انا شايفه ان احنا كلنا كفنانين، ما فيش حاجه اسمها بقى دلوقتي ان لا مين قاعد مين مش، لا كلنا لازم نكون متواجدين، ولازم ندعمهم، ولازم نشجعهم، ولازم احنا شخصيا نحط ايدينا في ايد بعض عشان نقدر نعمل حاجه كويسه. نرمين كنت متواجدة السنة دي في رمضان من خلال عمل كان يا مكان، اتفرجنا على جزء فيه، اتفرجنا على يعني مسلسل لطيف جدا، يمكن انتي اول مرة تعلقي عليه النهاردة، يعني انتي معلقتيش عليه خالص. ده حقيقي. رد فعل جمهورك بقى وبيقابلك، بشوف ناس مبسوطة انا ومسلسل. والله بص، هو المسلسل كان بيناقش قصة مهمة قوي اللي انا لسه كنت بقولها دلوقتي، حكاية ان الاطفال اللي الاهاليهم بيرموهم ممكن يكونوا اطفال شوارع. هي كانت كل اللي في دماغها انها تديهم لاهل او لعيله او لناس، فالفكره كلها انها لما اديتهم لناس، ممكن حد مسيحي يقعد مع حد مسلم، مسلم يقعد مع حد مسيحي، العكس يعني، وده احنا ما تطرقناش ليه قبل كده، وده شيء مهم قوي. ان احنا ممكن نتولد ما بنختارش احنا مسلمين ولا مسيحيين ولا مله ولا دين ولا اي حاجه، فده اللي احنا تطرقنا ليه، وبنقول ان يعني هل تنبيه للاهالي ان حرام ان هم يرموا الاطفال في الشوارع وكلام من ده، لكن في الاخر اللي بيتربى في اسره مسيحيه او مسلمه فبيطلعوا في الاخر بني ادمين وناجحين. هل الفن في مصر في الفتره دي بيخليك انت كفنانه تفكري الف مره قبل ما تختاري دورك في عمل؟ انا بختار اعمالي عاده على قد ما اقدر. طبعا لازم كل واحد فينا ليه غلطه او غلطتين او ثلاثه ايا كان، لا ممكن ممكن حاجه تفوت مني كده ولا كده، فالواحد لازم دايما وابدا نختار، لكن هو التوابل، لان انا قعدت فتره اقول لا انا ما فيش حاجه، لا ما فيش حاجه، لا انا مش عارفه ايه، انا كلام من ده، النتيجه ان انا انسحبت من الساحه فتره، فلا لازم نكون متواجدين. ممكن الواحد يبتدي يظبط الدنيا مع المخرج مع المؤلف مع الكاست ككل، نحط ايدينا في ايد بعض ونعمل عمل كويس قوي. يعني جمهورك زعلان منك يعني عدم تواجدك؟